أهلا بكم مشاهدينا في حديث اليوم. عقدان مزهران من الإنجازات والريادة شهدتها مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفردة، وانطلاق مشروع جلالته الإصلاحي التاريخي الذي عكس الرؤية الثاقبة لعاهل البلاد ولما أراد له أن يتحقق لأبناء شعبه الأوفياء ولمستقبل المملكة. كل إنسان في مملكة البحرين مهم. الأيام الجميلة قادمة بإذن الله، وراح إن شاء الله مثل ما مضى علينا عقدان مزهران احنا ان شاء الله نروح نشوف العقود المثمره امامنا مثل ما قلتي الاخت فوزية. فالنبت المزهر هو اللي مثمر ان شاء الله، فالاساس جعله جلالة الملك لنا يكون متين وقوي. عدينا الصعاب مع بعض، وهذا مثل ما يقال رب ضارة النافعه، ان احنا اليوم مرينا في صعاب سوا وعرفنا التهديد وعرفنا المخاطر، واحنا اليوم شعب واعي، وانا كمسؤول عن الشباب اعرف ان عندنا شباب قد المسؤوليه ومطموحين، وانا طموح بهم، وكل الطاقه اللي تشوفونها مني مستلمها منهم، لان اشوف الطاقه في عينهم واشوف الايجابيه في عينهم واشوف المستوى في عيونهم. فهذا اللي يخلي مهمتنا سهله جدا، ان احنا نعطيهم هذه المواضيع، ولله الحمد يبهروننا ويشرفونا في كل محافل العالمية. علم مملكة البحرين ولله الحمد ما رفرف عالي إلا مرة أخرى مع وقفة أخوان من الدول الشقيقة ووقفة شعب مع حاكم. أقف اليوم بين يدي جلالتكم مستأذنا بالتهنئة رافعا ليديكم الكريمتين كتاب عقدان مزهران، استجابة من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة لأمر جلالتكم السامي بتدوين وتوثيق المنجز الذي جعل من مملكة الحب في البحرين في عهدكم الميمون الزاهر مملكة للعمل والإنجاز ومملكة التميز والاعتزاز. لقد أمرتم يا سيدي أن تكون ذاكرة البحرين ذاكرة مدونة لتحصين الحقيقة ولتلقي وهم التأويل والتحريف، ولتكون منارة وقدوة للأجيال القادمة تبني على المنجز وتباهي دوما برؤيتكم يا صاحب الجلالة. حين أمرتم فأنجزنا، وأشرتم فحققنا. سيدي هذان عقدان مزهران نتشرف بتوثيقهما محاولة متواضعة لن تفي عظيم إنجازاتكم وما تصبون إليه من تحقيق مستقبل مشرق للبحرين. إنما حققته المملكة ولا زالت من نجاحات ومكتسبات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن حصره، فالبحرين تعيش في ظل العهد الزاهر لجلالته وترتكز على أسس دستورية وقانونية متينة أهلتها لتخطو خطوات متسارعة في طريق النهضة والبناء. نتابع التقرير التالي ثم نعود لبدء الحوار. عقدان مزهران، عقدان من الإنجاز والنماء والتطور الذي ارتقى بالبحرين سلم التنمية الشاملة وتنامى بعزيمة أبنائها العالية وحكمة قائد المملكة الفذة في إطلاق مشروع البحرين الأول، المشروع الإصلاحي، ذاك الذي قاد البلاد إلى مرحلة جديدة من النماء المؤسساتي الرصين على مختلف الأصعدة وحفظ وحماية حقوق المواطنين ومكتسباتهم. كتاب عقدان مزهران الذي أصدره مركز دراسات جاء ليسطر ما حققته المملكة من نقلة نوعية في تاريخها وحاضرها ومستقبلها من خلال معلومات وحقائق ووثائق حملها الكتاب بين دفتيه لترصد أبرز المحطات التاريخية في البحرين، بداية من حكم آل خليفة الكرام وصولا إلى عهد جلالة الملك المفدى أيده الله، وما تحقق من الإنجازات والمبادرات في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية ورعاية وشراكة المرأة البحرينية، والتي تحققت جميعها وفق قيم رفيعة
ومبادئ ثابتة سارت على وفقها البحرين حتى حققت ما حققته على أسس دستورية وقانونية متينة. جوانب عديدة تطرق لها كتاب عقدان مزهران اشتملت على أرقام وإحصائيات توضح مدى الإنجاز الذي تحقق في مختلف المجالات ورصد دقيق لما تشهده البحرين من تطور مستمر في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والرعاية والاهتمام المستمر في مجالات الإبداع الفني والأدبي والعلمي والإنساني وغيرها من المجالات التي لطالما أكدت بها المملكة على انتهاجها نهج النماء والإصلاح والتطور اللامحدود. كتاب عقدان مزهران كيف رصد ووثق إنجازات المملكة الكبرى التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى، ما هي أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته وكيف ينقلها كتاب عقدان مزهران، وما هي ملامح هذه الملحمة التاريخية في هذا الكتاب، وما هي أهمية هذا الإصدار في مثل هذا التوقيت؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي الكريم في استوديو برنامج حديث اليوم، معالي الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر. معالي الدكتور، أهلا بك في مملكة البحرين وفي تلفزيون البحرين، سعدنا وشرفنا وجودك معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى القائم على تعزيز السلم والتعايش ينطلق من لب وجوهر الإسلام. من خلال اطلاعك وقراءتك على كتاب يعني عقدان مزهران، كيف وجدتم هذا المشروع وأهميته؟ بداية أنا أحب أن أوضح أن هذا الكتاب هو شاهد على العصر لإنجازات 20 عاما لتكون أمام التاريخ، فأي إنجازات لابد أن توثق، وأفضل وأعلى درجات التوثيق التوثيق الكتابي، لكن ما نطالب به تعميم هذه الفكرة بأن يترجم الكتاب حتى يكون واجهة للمملكة أمام الآخرين، وأن تكون هناك وسائل أخرى للوصول إلى الشعب البحريني من الشباب، لأنهم هم الفئة المستهدفة الذين ينبغي أن يعرفوا هذه الإنجازات وأن يعرفوا حجمها حتى يزداد انتماؤهم للبلد. من أفضل الأشياء التي قرأتها في هذا الكتاب والتي تكلمت عنها دور جلالة الملك في تعزيز المواطنة والتعايش السلمي، وهذا يتناسب مع ما قام به من إنشاء مركز الملك حمد للتعايش لتعزيز السلم والمواطنة. حينما ننظر إلى الدعوة إلى المواطنة وإلى قبول الآخر، لا ينبغي أن يقال إن هذه الدعوة هي مسايرة للدعوات العالمية لحقوق الإنسان، لا، هي من لب الإسلام. يعني حينما ننظر إلى قوله تعالى لا إكراه في الدين
وإلى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أليست هذه الآيات دالة دلالة واقعية على حرية العقيدة؟ وانظروا إلى احترام العقائد في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ولكن ليس معنى احترام العقائد الإيمان بها، لا، أنا أحترم عقيدتك وأنت أيضا مطالب بأن تحترم عقيدتي، والاحترام لا يعني الإيمان بالإيه؟ بعقائد الآخرين. لكن هل يقف الأمر عند حد حرية العقيدة وحد احترام العقائد؟ لا، انظر إلى قوله تعالى يا أيها الناس، بدأ كلامه للناس جميعا، لم يقل يا أيها المسلمون، لم يقل يا أيها المؤمنون، لم يقل يا أهل الكتاب، وإنما قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لم يقل لتتقاتلوا، لتتعاركوا، لتتدابروا، إنما قال لتعارفوا، أي ليحدث بينكم تعايش واندماج إيجابي. وانظر إلى قوله تعالى أيضا وإذا حكمتم بين الناس، لم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين أو بين المؤمنين أو بين أهل الكتاب، فالعدل لا يتجزأ بين عقيدة وأخرى، لا يعرف اختلاف العقائد ولا الألوان ولا الأعراق ولا اللغات، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والتعايش الذي تفضلت به والذي يأتي من لب الدين الإسلامي هو ما قام عليه المشروع الإصلاحي، أحد ركائزه هو التعايش والسلم الأهلي، والعدل في البحرين هو أساس الحكم وهي مادة دستورية، ولله الحمد يعني ننعم بها. لذلك وجدتم وصرحتم سابقا بأن يعني هناك أهمية لتوثيق هذا المشروع في يعني المشروع الإصلاحي في كتاب عقداني مزهران الذي يعني جاء بتنظيم، والندوة الفكرية جاءت بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة. كيف وجدتم أهم ما جاء في هذه الندوة الفكرية التي كانت أيضا بحضور سمو الشيخ ناصر بن حامد؟ أنا قلت لحضرتك بداية أن هذا الكتاب هو توثيق لما قام به جلالة الملك من إنجازات، وأمامنا صورة واقعية، وثيقة المدينة المنورة منذ ألف وأكثر من 1400 عام وما زالت موجودة أمامنا الآن، فلولا التوثيق لما عرفنا شيئا عن هذه الوثيقة، وكانت هي الأساس في لا أقول إقامة الدولة بل في نجاح الدولة الإسلامية. فنجاح مملكة البحرين الآن في ظل هذه الحقبة الزمنية نظر لانتهاجها النهج الإسلامي في الدعوة إلى قبول الآخر وإلى الدعوة إلى المواطنة وإلى التعايش السلمي الإيجابي، لأن بهذا التعايش نستطيع أن ننهض بالمجتمع، لا يمكن أن ننعزل عن الآخرين، فلابد أن يكون هناك اندماج، وليس مطلق اندماج ولكن خصوص الاندماج الإيجابي، أي التفاعل بين أبناء الوطن. وفي نقطة مهمة جدا أحب أن أشير إليها، ما تقوم به المملكة من تعزيز السلم والدعوة إلى المواطنة أجد فيه لا أقول تشابها ولكن تطابقا بين النموذج البحريني والنموذج المصري، لأن أيضا في مصر اتجاه هناك أيضا لتعزيز المواطنة وبيان دور المواطنة، ويمكن في أكثر من مؤتمر عقد في القاهرة الدعوة إلى السلام العالمي بحضور بابا الفاتيكان، مؤتمر في الدعوة إلى المواطنة، وفيه بيّن فضيلة الإمام الأكبر أن مصطلح الأقلية بغض النظر عن من هم الأقلية، هذا المصطلح مرفوض لما يثيره في النفس من إنعزالية، وطالب أن يكون المصطلح البديل هو مصطلح المواطنة، بمعنى أن الكل في الوطن سواء. ولذلك حينما كنت في صحبة فضيلة الإمام الأكبر في الفاتيكان قال الأزهر وشيخ الأزهر أكبر مرجعية سنية على مستوى العالم. هذا نابع من دعوة الأزهر إلى المواطنة. سنتحدث إن شاء الله عن الأزهر، هذا الصرح الذي نفتخر به نحن المسلمين في العالم كله ونعتبره مرجعية لنا جميعا. ويقوم بهذا الدور العظيم منذ أكثر من 1050 سنة. لكن نعود لهذه الندوة التي يعني عودنا مركز البحرين للدراسات برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن أحمد بإقامة مثل هذه الندوات الفكرية يعني النوعية والاستراتيجية التي هذه المرة خصصت لكتاب عقداني مزهران. نتعرف مشاهدينا مع حضراتكم لأهم ما جاء في هذا الكتاب، ماذا تضمنه هذا الكتاب بين دفتي عقدان مزهران، 10 فصول شملت مختلف القطاعات الخاصة بالتنمية في العهد الزاهر لجلالة الملك حفظه الله.
إذن الكتاب شمل العديد من المواضيع المهمة التي شهدها العهد الزاهر لسيد جلالة الملك خلال عقدان مزهران. دكتور، يعني المرأة والشباب حظيوا يعني بمكانة كبيرة في فكر واهتمام جلالة الملك وهذه التجربة الديمقراطية للمشروع الإصلاحي الذي عشناها في البحرين. كيف وجدتم دور المرأة ودور الشباب البحريني خلال هذين العقدين؟ من أبرز ما ورد أيضا في الكتاب الحديث عن دور المرأة وتعزيز صحة المرأة وبيان دور المرأة في خدمة المجتمع، وأؤكد أيضا أن الاهتمام بالمرأة أيضا من لب الإسلام. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم ردا على من يسأله من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كل هذا يدل على أهمية المرأة في النهوض بالمجتمع، فإن فتاة اليوم هي أم المستقبل، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأي أمة تريد أن تنهض لابد أن ترتكن إلى ركيزتين: الاهتمام بالأم لأنها هي الأساس في نشأة المواطن المتزن، وبالنسبة للشباب لأن شباب اليوم هم قادة الغد، وقادة الغد هم أمل المستقبل، فينبغي أن نهتم بالشباب لكي تنهض الأمة. الأمة لا يمكن أن تنهض إلا بسواعد أبنائها، وسواعد أبنائها هم الشباب، هم عدة المستقبل، هم قادة الغد. نعم دكتور، لابد وأنك من خلال قراءتك لهذا الكتاب وخصوصا في الفصل السادس الذي تحدث عن الدبلوماسية البحرينية، عرفنا أو عرف عن الدبلوماسية البحرينية بأنها دبلوماسية متوازنة منفتحة، نعم، تحترم حقوق الآخرين، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، تحافظ على التوازنات الدولية، وتتعهد بالمواثيق وتلتزم بها وما إلى ذلك. كيف وجدتم الدبلوماسية البحرينية التي تلتزم في الجانب الآخر بالقضايا العربية وتكون دائما مع الصف العربي؟ في الحقيقة حضرتك لخصت ما يمكن أن تقوم به الدبلوماسية البحرينية في احتفاظ المملكة بكيان مستقل دون أن تتدخل في الآخرين، أو دون أن يتدخل في حكمها الآخرون، فهي تقف على مسافة واحدة مع الجميع. إلا طبعا في القضايا العربية تجد للمملكة دور بارز في الحفاظ على الهوية العربية والهوية الإسلامية، لكن الدبلوماسية هي الأساس. لا يمكن أن تنعزل أي دولة أو أي مملكة عن الآخرين، بل لابد أن يكون هناك تعاون، وتعاون مستمر، وتعامل وتعاون مثمر. أما الإنعزالية فهي تدعو إلى هبوط المستوى، إلى انحدار الأمة، لكن رقي الأمة في التعاون مع الآخرين. ونربط بين هذا الكلام وبين المواطنة، فالمواطنة ليست على المستوى الداخلي بل أيضا على المستوى العالمي. نعم، تكلمت حضرتك عن النموذجين البحريني والمصري، وذكرت بأن هناك شيء من التشابه ولربما الكثير من التشابه، ونقولها بثقة. دائما مصر الكنانة هي في قلوب البحرينيين، ولمصر مكانة خاصة في يعني لدى سيدي جلالة الملك، وحتى الاهتمامات بالحفاظ على السلم الأهلي والتعايش والتعاون، الالتزام بالمواقف العربية، كلها قضايا تشترك فيها البحرين ومصر وتتشابه فيها النماذج البحرينية المصرية. كيف تجد العلاقات البحرينية المصرية؟ النموذج البحريني لا أقول يتشابه مع النموذج المصري، بل يتطابق. وهذا إن دل يدل على تلاحم بين مصر وبين البحرين حكومة وشعبا. هذا التلاحم نتج عنه أننا نسير في اتجاه واحد، سواء في الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، إلى المنهج الوسطي المعتدل، إلى الدعوة إلى قبول الآخر، الاعتماد على الشباب، الدعوة إلى إنشاء محافل دولية للحفاظ على مكتسبات المرأة. كل ما قامت به مصر قامت به المملكة، فهذا إن دل يدل على تلاحم بين النموذج المصري والنموذج البحريني. وهناك تقدير من الإدارة العليا في مصر لما تقوم به المملكة من إصلاحات داخلية، سواء سياسية أو اجتماعية، تعليمية، في الصحة وهكذا، نفس ما يكون وما يقوم به القائمون على الإدارة في مصر. نعم، وهي علاقات وثيقة
تاريخية ومصيرية، وإن شاء الله تستمر وتنمو هذه العلاقات. لابد لنا أن نختم حديثنا بالأزهر، هذا الكيان والصرح الإسلامي الكبير الذي يعني أصبح مرجعية للمسلمين أكثر من 1050 سنة تقريبا، والأزهر الشريف يحتفظ بهذه المكانة الكبيرة، وشيخ الأزهر أيضا سواء الحالي فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب أو أيا كان حتى سابقا له مكان لدى المسلمين. كيف يتعاطى الأزهر الشريف مع مختلف القضايا العربية والداخلية في مصر، وهو الذي يجد نفسه دائما بعيدا عن الانحياز وإنما مظلته تظلل الجميع؟ أولا أحب أن أشير إلى أن الدستور المصري ينص على أن الأزهر هيئة مستقلة، نعم، فبالتالي لا دخل له بالسياسة، إنما هو هيئة مستقلة، ولأنه هيئة مستقلة صار مرجعية على مستوى العالم. حينما كنت في صحبة فضيلة الإمام الأكبر في الفاتيكان هناك قيل الأزهر وشيخ الأزهر أكبر مرجعية سنية على مستوى العالم، وهذه المرجعية أتت من أن الأزهر مؤسسة مر على إنشائها أكثر من 1000 عام. كيف استمرت هذه القرون العديدة؟ بسبب وسطيته واعتداله وتطبيقه المنهج الإسلامي في قبول الآخر. الأزهر الشريف هو مؤسسة ليست محلية ولا إقليمية، بل هو مؤسسة عالمية، يدرس بالأزهر الشريف أكثر من 100 جنسية على مستوى العالم، فلا جامعة الدول العربية ولا الأمم المتحدة فيها مثل هذا العدد. يدرس بالأزهر الشريف أكثر من 33,000 من هذه الدول، فيعتبر الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لجمع الدول الإسلامية تحت بوتقة واحدة. ولذلك نجد أن أكثر السفراء حينما يأتون إلى مصر يطلبون زيادة المنح لما وجدوه في خريج الأزهر من اعتدال ومن وسطية ونبذل للتطرف ونبذل العنف ونبذل الإرهاب، وهذا هو ما نطلبه في الداعية الآن. نعم، كلما أصبح المشهد ضبابيا نظرنا جهة الأزهر، وكلما يعني أصبحت البوصلة غير واضحة نظرنا إلى مواقف الأزهر، ويتم الأزهر إن شاء الله ويبقى منارة إسلامية شامخة. كل الشكر والتقدير لك معالي الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، سعدت وشرفت بك في استوديو برنامج حديث. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين. شكرا لك سيدي. إذن مشاهدينا الكرام، إنجازات كبيرة حققتها مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ارتكزت على إرث حضاري وتنموي شهدته المملكة منذ عقود طويلة مضت، واستمرت على نهج الإصلاح والتنمية والتطور ليكون عمادها الأساسي نماء الوطن والمواطن. نترككم في حفظ الله وإلى اللقاء.